أعلنت اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ سالم العالي الصباح للمعلوماتية انتهاءها من تأهيل المشاريع المتنافسة على الجائزة، والبلغ عددها 392 مشروعا مرشحا من 76 جهة عربية. وأشارت إلى أنه سيتم تكريم المشاريع الفائزة في الحفل السنوي الذي يقام في شهر نوفمبر المقبل برعاية كريمة من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني.